السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنتكلم مع بعض عن عرض جميل جدا. عرض هيكون الحلقة طويلة شوية ولكن فيها أجهزة كتير جدا للي محتاج يغير جهاز أو يسأل على جهاز أو سعر جهاز جديد. العرض ده بيكون من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء. إن شاء الله الحلقة تنال إعجابكم. يلا بينا نبدأ حلقتنا على بركة الله. بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مع أول جهاز في عرض النهاردة
السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.
دي برضو بعض الريفيوهات اللي احنا عاملينها في القناة عن الأجهزة الكهربائية زي الديب فريزر، التلاجة، غسالة، بوتاجاز، شاشة، مروحة، بوتاجاز، كل ما يخص البيت من أجهزة كهربائية إذا كانت تقيلة أو خفيفة، كبيرة أو صغيرة، إن شاء الله هتلاقوا لها ريفيوهات موجودة إن شاء الله في صندوق الوصف. بنتكلم عن كل جهاز على حدة وبنشرحه وبنشرح إمكانياته ومميزاته ومواصفاته، طريقة تشغيل، الملحقات اللي معاه، كل ده إن شاء الله هتلاقوه. لو أول مرة تشاهدونا يا ريت تشرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الوضع الكل وعمل إعجاب للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد، ويا ريت الاشتراك في صفحتنا على الفيسبوك باسم كتالوج الأجهزة عشان نقدر نتواصل مع بعض أكتر وأكتر. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.